بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبدأ إن شاء الله اليوم chapter 1 بشرح كتاب select reading. الشابتر الأول، والشابتر الأول يتكلم عن answering 6 common interview questions، الإجابة عن أشهر 6 أسئلة في المقابلة. إذن راح نجاوب على هاي الأسئلة المعروفة والمشهورة بدائما بالمقالة. طيب راح نقرأ المقالة ونفسر المعنى مالتها ونحاول أيضا نجاوب على الأسئلة. طيب نبدأ بالقراءة. Answering six common interview questions. While you will never be able to anticipate every question you might be asked in the interview, you can get a head start by developing concise answers to commonly used questions. Most interviewers will ask similar questions like these to gain knowledge about candidates' abilities and qualifications and capability with the job and the company. طيب اذا هو المحادثه بشكل عام، البارجراف الاول يتكلم عن الاسئله المعروفه جدا، بينما لن تتمكن ابدا من توقع كل سؤال قد يطرح عليك في المقابله. يعني الواحد مو كل سؤال ممكن انه انا اتوقع شنو اللي راح انطرح. يعني ممكن انا اروح اقابل بمدرسه، انا ما راح اعرف شنو السؤال اللي راح ينطرح لي. اوكي، يمكنك الحصول في بداية الأمر من خلال تطوير الإجابات القوية والموجزة لأسئلة شائعة الاستخدام. فإحنا إيش راح نسوي؟ إحنا راح نحاول أن نغطي أكثر الأسئلة المعروفة والمشهورة بالمقابلة، ومعظم محاورين المقالة أصحاب الشركات راح يطرح لك أسئلة مشابهة لاكتشاف قدراتك ومؤهلاتك التي هل ستكون موافقة أم غير موافقة لما يرغب. طيب أول سؤال دائما تنسأل tell me about yourself. هذا السؤال الأول. This often the opening questions in an interview. طبعا هذا السؤال يقول الافتتاحي، هذا أول سؤال بالمقابلة. It's also one of the most difficult if you are not prepared. وسيكون هذا السؤال أصعب سؤال إذا أنت ما كنت محضر له. Remember, تذكر, the interviewers does not want to hear about your hometown or your hobby. هنا سؤال مهم. إذا جانا بالامتحان يقول لك the interview want to know a little bit about your hometown and your hobby. يقول لك بعض الأحيان الانترفيور يريد يعرف هواياتك. يعني هو من يسألك يقول لك tell me about yourself، اخبرنا عن نفسك، وتجي انت تقول له والله انا احب برشلونة واحب ريال مدريد وانا احب كرة السلة. هذا هنا انت خطأ كبير جدا. هنا انت ما صرت تحكي له عن هواياتك، احكي له عن الشيء اللي هو يريده. يعني مثلا المدرسة تسألني اخبرني عن نفسك، انا اسمي فلان، عمري كذا، ومباشرة أبدي أحب التدريس وصار لكذا سنة أشتغل بالتدريس وإلى آخره. أبدي أتكلم شو شيء يخص جانب التدريس. طيب يقول طبعا هذا السؤال راح يكون صعب عليك إذا أنت كنت ما محضر له. طيب this question call for your 1 minute commercial that summarize your years of experience and skills and your personality in context of job for which you are interviewing. يقول هذا السؤال في الحقيقة هو إعلان، هو توضيح في دقيقة واحدة لخبرات سنين أنت كنت قضيتها بالتعلم أو بالمهارات. يعني in the context of job، في خلينا نقول في سياق الوظيفة. طيب get to the point and sell your professional self. طيب يقول لك get to the point، من يقول لك get to the point يعني يقول لك يعني كن على الوجه المطلوب، يعني تحدث ما هو مطلوب.
لا تتكلم عن أمور هي خارج أمور عملك. يعني إذا أنت تقدم لك عن شركة لبيع مثلا المستحضرات مثلا أو المستحضرات الطبية أو إلى ذلك، فأنت لازم تحكي أمور تخص التجارة أكثر الأحيان، يعني ما راح تحكي لي عن التدريس لأن أنت أصلا فهي عن هاي الفكرة يعني. Okay, develop a few brief sentences that demonstrate you have what it takes to do job experience, proven results, and desire to contribute. يقول لك أيضا كذلك طور جمل. يعني شنو طور جملة؟ أكو طبعا أكو هسه على الجوجل باللغة الإنجليزية واللغة العربية، حتى على اليوتيوب أكو شخص دائما يقول يتكلم عن نفسه، tell me about yourself، يبدي يوضح نفسه أنا كذا كذا. يقول هذا النص هذا أحفظه وطور جمل مالتك من تعرف تحكي، مو تقول واحد يسألك يقول لك احكي لي عن نفسك، ها والله أني اسمي فلان وأعيش بهاي المنطقة، وتسكت تظل صافي، لا كلها باقة بالكلام، اسمي كذا، أعيش كذا منطقة، أحب هذا الشيء، أحب هذا الشيء بالعمل، ها شيء بالعمل، وأتمنى أنه أسوي كذا، وأهدافي الأشياء اللي أريدها بخلال عملي معكم. إيش أربط دائما عملي معك، دائما أربط عملي معك. طيب ثاني سؤال دائما تنسأل بي، Why should we hire you؟ إحنا ليش نعينك، ليش لازم نوظفك ويانا. أوكي، The key to answering this any question about you versus your competition is using specifics. خلينا نقول special things، الأشياء الخاصة. Everybody is going to talk about to speak in general generalities. So you need something that will make you stand out a bit. يعني أكو فتاة يعني ليندا اسمها. هاي معلمة أو في ولاية أوهايو، قالت الناس كليتهم من تسألهم هيك سؤال راح يحجون لأنكم محتاجين ينطي 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 فد سبب عام، وهذا الشيء تقول غلط. الصحيح لازم أنطي فد شيء يعني شيء خاص. يعني مثلا يقول لك give a real examples، أنطي مثال حقيقي that show them you are the best suited for job، أنطيهم مثال حقيقي لهذه الوظيفة. طيب يعني مثلا خلينا نرجع على مثالنا اللي اخذناه الاول، لو كانت مقدمي لي مدرسه وهاي المدرسه تريد مدرس لغه انجليزيه، انا راح اقول لهم جوابي بالحقيقه اني ليش لازم تعينون انتم؟ لانه انتم مدرستكم تريد شخص كفو ويحب العمل ومستعد يدرس حتى لو كان التدريس مجانا، لأنه هذه الوظيفة تحتاج إلى شغف وتحتاج إلى حب وعطاء أكثر من التفكير بالهدف المادي. هنا أنت من راح تتكلم هذا الكلام؟ المدير من راح يشوفك؟ راح يقول هذا رجال يناسبني، أنا أريد هيك شخص. فأنت لازم تتكلم شيء يعني خاص، تنطي مثال واضح أو حقيقي لما تريده الشركة. يعني أني ما يصير اقول له ليش تعيني، اقول ليه واحد سالني قال لي ليش تعيني، اقول له ها غير انتم محتاجين مدرس انجليزي وانا جيت ادرس، لا هذا مو سبب. الجواب لازم يكون جواب حلو مرتب. اوكي، ليندا سيد، قالت ليندا واضافت ليندا she would point out her achievements and accomplishments throughout her career that are relevant to the open position. اذا لازم احنا نتكلم كلام هو موافق لما تريده الشركة ونحقق رغبات الشركة، هذا الشيء المهم. As well as her experiences in dealing with different types of students and teaching situation, pinpoint the qualities you have that truly valuable to the company. إذا لازم تنطي أشياء مثل ما ذكرنا ذات قيمة حقيقية. يعني إذا أنت تجي لشركة أو مدرسة وتقول لهم أنا من أجعليكم راح أخليكم تربحون 10 ملايين بدل 3، أنت هنا في شركة للأسف. إذا واحد قال لك أنت ليش لازم من عينك، أو قل لهم والله مثلا أنا انطيت أنا راح أخليكم تبيعون بهاي السنة 5 مليون دولار، هنا أنت يعني ما نجحت، أنت هنا في شركة. لأن الشركة ما تريد تكون بس تجارية، هي تريد فد شيء ذو قيمة حقيقية، أشياء ذو قيمة، قيمة الاسم، مكانة، يعني اسم، يريدون اسم أكثر مما يريدون المصاري. بس بالحقيقة هم يحتاجون المصاري، بس خلما يقول لك أنا أريد المصاري،
الموضوع بالنسبة للمصاري ما راح يكون جميل. Why do you want to work here؟ ليش تحب تشتغل هنا؟ What do you know about our company؟ أنت ليش اختاريت هذا المكان يعني؟ ليش جيت تشتغل على هاي الشركة؟ ليش جيت تشتغل هنا يمنى؟ شنو السبب اللي خلاك تجي علينا؟ أوكي. Peter a physician. أكو واحد اسمه بيتر في مدينة إندانيابولس. Said the research is important in answering these questions. قال هذا الشخص بأنه البحث كلش مهم في هذا الجانب. I would use this opportunity to show off what I know about the company and more importantly how I would fit it. يعني الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى بحث دقيق جدا. يعني شلون؟ يعني أنا لازم أعرف الشركة شنو أهدافها قبل لا أتكلم. من أقول من يقول لي ليش جيت اختاريت هنا؟ لازم أنا عندي معلومة. يعني أنا مرة قدمت المدرسة أهلية. هذا الحكي قديم. فسألني المدير قال ليش اختاريت هاي المدرسة يعني؟ شنو السبب اللي خلاك تختار هاي المدرسة وتجي تقدم لنا يعني؟ أنت جاي على مود تحصل راتب وفلوس لو شنو يعني؟ قلت له أني يعني حكيت الحقيقة طبعا صراحة ما كان عندي يعني هاي المهارة القوية إنه أنا أتكلم بهذا الأسلوب اللي هو موجود حاليا قدامنا. فقلت له صراحة شوف أني يعني سألت الناس قلت لهم منو أحسن مدرسة بهاي المنطقة منطقتنا؟ قالوا مدرسة فلانية. أوكي. سألت الطلاب قلت لهم منو أفضل مدرسة؟ قالوا فلانية. فأنا صراحة سألت كل الطلاب وكل الناس مدحوكم، لذلك جيت أقدم لكم لأنه نجاح المؤسسة نجاحي، فأنا راح أنجح باسمكم. هنا صراحة هو انعجب كلش. ثاني يوم قال تعال داوم. ثاني يوم أنا داومت يعني بس قلت لهذا الكلام. بشوف أنا لو ما باحث لو ما محضر عن 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 يعني قاري يعني هو شو يقول هنا؟ يقول the searching is important، جدا مهم. فعلا أنا سويت هذا الشيء. أنا بحثت عن هاي المعلومة، بحثت عن المدرسة، سألت من أحسن مدرسة؟ قالوا يا بالمدرسة الفلانية. فجيت وقدمت لها. ليش قدمت لها؟ لأن أحسن مدرسة. فهذا السبب اللي هذا بحث يعني. بس إنه أنا مثلا شفت إعلان يا بها هاي مدرسة تريد مدرس، دق بابها السلام عليكم أقولكم يعني أشتغل وياكم. أوكي. سألني ليش اخترت هذا المدرسة؟ إذا أقول له لأن محتاج فلوس راح يقول لي يعني إذا حصلت غير شغلة وغير مدرسة وأعزل مراتب تعوفنا كده يعني الموضوع هنا راح تصير أنت موقف محرج. أوكي. سوزان أفايز President of a benefit Chicago said. سوزان هي نائبة رئيس الفوائد أو ضرائب يعني أعتقد هم ممكن ترجمها. She said that would address issue and challenge in the company to demonstrate the depth of her knowledge. قالت بأنها هاي الإنسانة قالت هاي النائبة قالت ستعالج القضايا في ستعالج العديد من القضايا المهتمة بشأن أو في عمق المعرفة. خلينا نشوف نكمل حتى نفهم. I usually talk about the ravine numbers of employees and also challenge their types of business and how my experience relates to that. شوف هاي إيش قالت. قالت لهم أنا بالنسبة لي أحب التحديات. أحب التجربة تكون تحدي، أحب أحقق أرقام كبيرة جدا، لذلك أنا اخترت هاي الشركة. فشوف الجواب شلون كان. هذا طبعا مثال يعني شلون ما نهستطيت مثال يعني تنطي مثال يا بنت. ليش مثلا جيت صرت مندوب مبيعات؟ والله صراحة أنا أحب المنافسة وأحب الأرقام، أحب تصير أرقامي أكبر، فأنا اخترت هاي المهنة. هنا أنت يعني انطيته في شيء هو يريد، لأن هو فعلا يحب المنافسة، يريد الناس تتنافس بيناتهم، هو الشيء اللي يريده. فأنا من قلت له، أنا قلت له بالمدرسة، قلت له أنا جيت عليك لأن عندكم سمعة قوية. هنا أنا مدحته، من أني إذا أنا راضي عنه، أنا جاي عليه على مود اسمه، جاي يريد ينجح، جاي هنا أنا حققت شيء هو يريده. طيب what are your weaknesses؟ هذا 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 سؤال مهم. ما هي نقاط ضعفك؟ يعني كل إنسان عنده نقاط ضعف. إذا واحد قال أنا ما عندي نقاط ضعف هذا كذاب. أوكي.
The secret to answer this question is using your weaknesses to your advantage. I would turn my weaknesses into strength, said Tara, an attorney. طبعا تارا هي محامية قالت أنا دائما أحول نقاط ضعفي إلى نقاط قوة. أوكي شلون يعني؟ For example, if my weaknesses include my lack of patience, I would then state that because of this I have learned to take a special measures to ensure that I remain calm and attentive. إذن يقول على سبيل المثال أنا أحول نقاط ضعفي إلى نقاط قوة. هذا الأخت إيش قالت لارا؟ قالت على سبيل المثال أنا من قابلت بمقابلة قلت لهم أنا كان عندي مشكلة إنه أنا عندي قلة صبر، عندي قلة صبر، فأني حاولت إنه أطور من نفسي والآن الحمد لله أموري طيبة وما يعني عندي صبر أحسن. فيقول غلط إنه الواحد يقول أنا ما عندي خطأ، لازم يقول I have learned to take special measures to ensure that I remain calm. Just make sure that you do give real answer to this question. None of us is without fault. ماكو واحد من عندنا بدون أخطاء. We don't pretend that you don't have the weaknesses. دير بالك تمثل بأنك أنت ما عندك أخطاء. هذا الشيء خطأ. كلتنا عندنا أخطاء وكلتنا نصيب ونخطئ. طيب. فالفكره انه كنا نخطئ لازم مثلا على سبيل المثال انا كمدرس اريد اقدم على مدرسه والمدرس واحد سالني قال لي شنو نقاط ضعفك، شنو الصعوبات اللي انت تواجهها، انا يعني راح اقول له على سبيل المثال في الحقيقه عندي صعوبات كبيره بعدم السيطره على الصف اذا كان العدد كبير، راح اقول له هيك، راح اقول له لمدير المدرسه اقول له صراحه انا ما عندي السيطره على الصف، يعني هاي كانت كلش مشكلة عندي كبيرة، لكن الحمد لله بعد ما درست خصوصي وطورت من نفسي اليوم لا أنا الحمد لله قدرت أتخلص من هاي المشكلة، بس قبل كان عندي هاي المشكلة يعني وعندي تقريبا يعني هاي المشكلة السيطرة على الصف، يعني هاي عندي شوية نقطة ضعف والحمد لله الآن أنا أموري طيبة بها. فواحد يتكلم من نقاط ضعفك واتكلم بحل مالته، تكلم الحل مالته. طيب خامسا، What did you dislike about your last job? Why did you leave your last job? ليش أنت تركت عملك السابق؟ أو ليش شنو الأشياء اللي أنت تكرهها عن عملك السابق؟ You need to caution about these kind of questions and make sure you do not end up sound Peter, I would never talk down about my former company, boss, my former coworker, Tara. طبعا تارا أيضا ذكرت قالت إنه خطأ كبير جدا دير بالك تتكلم عن أصدقائك السابقين أو زملائك أو مدراءك السابقين بسوء. من تتكلم وياهم بشكل سيء هنا أنت راح أيضا يكرهك صاحب العمل. You need to have good the understanding about the job for which you are applying to turn this question into a positive one. It may be best way to say you really enjoyed many aspects of your job, then focus on how this new job will give the opportunity to contribute more in a particular area that is the key in the position. طيب. في الحقيقة احنا لازم نتكلم دائما بشكل إيجابي. ولازم تتكلم عن وظيفتك السابقة بأنك استمتعت بالعمل وياهم واستفادت من عندهم، ويعني الواحد يحاول يذكر سبب، خلينا نقول سبب عام ليس سبب خاص. يعني مثلا مدرس قال لي، مدير مدرسة قال لي ليش تركت وظيفتك السابقة، ليش تركت وظيفتك السابقة، أنت يعني مشيت قدام، ليش تركت الوظيفة السابقة؟ إذا أنا مشتغل بمدرسة قبل راح يكون جوابي عام، يعني مثلا على سبيل المثال حقيقة أنا استمتعت بذيش المدرسة والناس ما قصروا وياي وإحنا حققنا نتائج جدا جميلة، ولكن في الحقيقة شعرت مثلا على سبيل المثال أنه أنا خلاص ما راح أقدر أحقق يعني أهدافي بهاي المدرسة، بذيش المدرسة القديمة مثلا كانوا يعطوني صفوف يعني على سبيل المثال اول وثاني وانا احب اطمع انه اخذ اكثر صفوف،
يعني الواحد ما يصير يتكلم مع مدير عن مديره السابق بشكل سيء ابدا. هذا الشيء راح يعني يرسل رساله الى المانجر بانه هذا الشيء سلبي عن المقدم، مقدم الوظيفه. What do you see yourself in 5 years؟ ماذا ترى نفسك في بعد 5 سنوات؟ An interviewer does not want to hear that 5 years aspiration will be sailing in the carpeen or working in the different industry. You need to talk about goals you have related to this job. This will demonstrate that you understand industry and the company and that motivated to succeed here. إذن طبعا يعني هو المدير من عندك ما يريدك بعد 5 سنوات تسمع من عنده يابا ترى انا طرت للقمر، ما يريد من عندك تسمع هذا الحكي، يريد من عندك او يريد يسمع منك السوالف اللي مرتبطه بالعمل مالته. يعني مثلا اني مثلا اشوف نفسي بعد 5 سنوات حققنا نتائج مذهله جدا في هاي المدرسه وكنا من اوائل المدارس في المحافظة أو في البلد، يعني أنا أحقق هيك أمور، أكتب هيك أمور، أتكلم عن هيك أمور، هذا الشيء مهم جدا وجميل. فنحاول ننطي يعني أهداف كبيرة وفقا لما نحن فيه. أنا إذا كنت ببغداد أقول إحنا نحاول نطمح نكون على الأول على العراق، إذا كنت محافظة بعيدة مثلا خلينا نقول يعني ذي قار أو البصرة أو الناصرية أقول نحاول نكون الأول على المحافظة، او اذا ان شاء الله نكون اول على على العراق على البلد يعني. هذا الشيء. سوزان ذا دايركتور اوف ذا بابليك ريليشن ات ميجر كار رنتال كمباني سيد شي وود كيپ هير انسر سبيسيفيك تو هير فيلد such as standing that she sees herself as the vice president of the corporate communications. طبعا يعني هذه وحده ايضا قالوا لها شو تشوفين نفسك انت بعد 5 سنوات؟ قالت لهم انا صراحه اشوف نفسي انه كنت مديره شركات الاتصال مثلا. فواحد يعني ممكن يكون مثلا مدرس لغه انجليزيه يقول انا بعد 5 سنوات اشوف نفسي اني مدير مدرسه لاحد فروعكم باللغه الانجليزيه، احنا نفتح مدرسه خاصه باللغه الانجليزيه، هذا هدفي. هذا شويه راح يرسل رساله للمانجر بأنك أنت أمورك طيبة وتسعى لتطوير عملك. Preparing this the key to answer any question is هنا آخر ملاحظة كلش مهمة بأنه التحضير كلش مهم بموضوع المقابلة. And that is the interviewing is trying to uncover if you are good fit and can make a positive contribution to the job. يعني التحضير كلش مهم بهذا المهنة. عندنا ايضا هنا المرادفات achievement accomplishment aspect side challenge dares تحديات confident trust contribution support or help opportunity chance patience. هاي المرادفات يعني عامة. weaknesses disability anticipate expect demonstrate pretend end up result in fit in. هاي من عندي، هاي طبعا ذني انا اخذتن يعني جمعناهن. summarize brief حذر contribute give time and effort stand out look better than everyone else talk down يحتقر take special measures والى اخره. ايضا عندنا بعض الصفات relevant related important والى اخره. بالنسبة للأسئلة اللي عندنا، طبعا هذه الأسئلة اللي بالكتاب كلها جوابها هذا وهنا موجود هنا، يعني الأسئلة موجودة بالكتاب، الأجوبة موجودة بالملزمة. طبعا السؤال الأول يقول اختيارات، يعني يقول the purpose of reading is it, the article is الغرض من قراءة هاي القطعة، السبب هو جواب B help answer interview question. هذا هو السبب، يعني شنو السبب اللي خلانا نختار هاي القطعة؟ السبب لأنه احنا نريد نعرف عن إجابة الأسئلة الموجودة في المقال. جاوب ثانيا يقول لك in the line 7 في السطر السابع كلمة it كلمة it الكلمة it المقصود بها جواب C اللي هو tell me about.
هذا السؤال هو المقصود به. رقم 3، when you are asked to tell interviewer about yourself، من يقول لك خبر عن نفسك انت لازم شو تعمل؟ رقم 3 جواب يقول لك بي، جواب راح يكون بي، يقول له say a few things and show that show you are good to do this job. اذا تتكلم اشياء عن العمل، ما تتكلم عن اشياء هوايتك والى اخره. 4، السؤال الرابع يقول if interview ask you about your weaknesses، اذا سالك عن نقاط ضعفك، جواب رقم 4 راح يكون اي. اذا سالك عن نقاط ضعفك تقول له identify your weaknesses، لازم تقول له يا بان عندي نقطه ضعف، وتوضح الاشياء اللي انت تعلمت بانه انت خلاص راح تقدر تحل هاي المشكله. 5، why does the author quote a different people in article، ليش المؤلف جاب اقتباسات مختلفه؟ جواب طبعا دي the author want to use a specific example to support the main idea. طبعا الاثر هنا اراد ينطينا امثله حقيقيه وواضحه وثابته حتى يعني يفهمنا اكثر واكثر. طبعا يعني هاي الاسئله هذا بي هنا هذا جوابه موجود. طبعا هذا السؤال والمين idea من يقول tell me about yourself، شنو لازم اسوي انا؟ You should summarize your skills and experience as the relate. هذا حاجة كله ذكرنا. أنت من يقول لك يعني أنطيني سؤال خبرني عن نفسك، لازم توضح له الخبرات والمهارات اللي أنت عندك واللي سويتها. من يقول لك why should we hire you، وليش إحنا لازم نعينك؟ You need to give a specific to show you are the best person for the job. أنت الشخص المناسب للوظيفة. يعني الفكرة الأساسية هنا وهاي details، وطبعا هذا الحكي كله أنا موجود ذاكرة أيضا بالملزم، مثلا demonstrate that you have understood and history، كل الحكي موجود بالملزم. يعني أنا صراحة نصيحتي هاي القطعة أقرأها 10 مرات 20 مرة 30 مرة، أفصخها تفصخ أفصخها تفصخ للقطعة. نجي على فرع سي. طبعا بالنسبة لفرع سي بسيط، ما عندنا به صعوبة إن شاء الله. فرع سي يقول author recommended answering interview questions for the general answer. Think of the more specific answer. يعني يقول حاول تفكر بأجوبة أكثر. I'm good student. I'm easy to work with. My last boss liked my work. يعني يقول حاول تنطي أجوبة تفصيلية. حاول تنطي أسئلة تفصيلية. يعني شلون؟ طبعا هذا يعني عام، مو إلا جواب يعني أنت خاص بيك. يعني الجواب يكون دائما بشكل عام، يعني ما يريد من عندنا أنا أحفظ حفظ وأنزل. مثلا يقول the author says that you should learn about the company before the interview. What are some ways to good to do؟ يعني أنت بعقلك برأيك شنو هي الأشياء اللي أنت لازم تبحث عنها قبل لا تقدم إلى مدرسة؟ أوكي، ابحث عن هاي الأمور. أنت برأيك شنو؟ اكتب برأيك الشخصي، حتى لو واحد يقدر يكتبها باللغة العربية وبعدين ترجمها على الإنجليزي عادي. سؤال الثالث، which of the other steps do find the most helpful why؟ يعني يقول لك أنت برأيك أحسن نصيحة استفادت من عدها من خلال رقم هاي الثالثة من خلال القصة شنو هي؟ أنا صراحة برأيي أهم معلومة أخذتها أنه الواحد لازم يكون صريح وياهم، يعني يقول لهم أنا كان عندي نقطة ضعف وأنا عالجت. أنا برأيي شخص هاي عندي أفضل شيء، أفضل هذا الشيء. يعني اللي هو السؤال اللي هو أي سؤال بالله الرابع، أنا هذا عندي برأيي، اختار هذا بس. عندك غير سؤال شيء انطي. هذا الموضوع يعني يخص أنت بشكل عام، يعني بشكل عام. طيب ايضا عندنا تعريف الفريزل فيرب اللي هي العبارات الفعليه. زين، شنو معنى عبارات فعليه؟ طبعا هذا هو تعريفها، هذا تعريفها. الفريزل فيرب موجوده حتى بالسادس اعدادي، هي عباره عن فعل وحرف جر يتغير معناها. مثلا انا عندي جيف معناها يعطي، جيف اب معناها يترك، وهذا الحل ايضا موجود. مثلا عندنا ستاند الجواب ويا اي، ثانيا عندنا ويا دي داون
ثاني عندنا ويا الداون توك داون، أربعة ويا ثلاثة ويا السي ويا الأوف. نحل هذا التمرين، وهذا الحل موجود قدامنا مثل ما نشوف قدامنا أب، نحله ونحفظ الحل. وشلون تجينا بالامتحان؟ ممكن تجينا ماتشنج، ممكن تجينا اختيارات صح وخطأ، لازم نعرف انها يعني هساي مثلا ستاند اوت ويا اي، وين الاي؟ هاي وين هي؟ بي ايزي تو نوتس. توك داون، شنو معنى توك داون؟ تو سي نيجاتيف ثينكس اباوت، اللي هي ويدي توك داون، يعني لا جايب لي نقص ويريد نربطها ويا المعنى، يريد نقص ويريد نربطها ويا المعنى. هنا ايضا عندنا، هنا عندنا يعني معاني رقم بي، معاني يعني مثلا جملة رقم واحد after a lot of discussion، بعد الكثير من النقاش about what to do they، واخيرا they end up، they end up هما اخر شيء اتفقوا، اتفقوا. رقم اثنين when you move to a new school، من تنتقل المدرسة الجديدة you fit in، يعني انت لازم دائما تكون يعني يعني تروح بالوقت المناسب، to come take a long time to fit in، يعني يعني لازم تاخذ الوقت الكافي حتى تقدر ترتب امورك مع الجامعه، يعني خلينا نقول تتاقلم، تتاقلم ويا الوضع اللي بالجامعه. رقم 3 it annoys me when I someone، هذا الشيء يزعجني when we، هذا فراغ، الفراغ راح نخليه talk down، أنا أنزعج لما الواحد يتكلم عن الآخرين، talk down معناها يتكلم عن الآخرين. أربعة a lot of people have tattoos today، هواي ناس عندهم tattoo اللي هو الرسمة يعني because they want to، لأنهم يريدون أن رقم أربعة to stand out، حتى يبينون، حتى يبرزون، يظهرون stand out، عندهم tattoo حتى يبرزون. رقم خمسة showing off، people who are always showing off very expensive clothes can be very، اذا الناس اللي هم يعرضون ملابسهم دائما، يعني دائما يعرض، احنا من نشوف كلمه people always very expensive clothes نقول عليها احنا showing off. بالنسبه لي الموضوع ال reading context هنا، يعني يقول بهاي الفكرة يقول when you are reading it is important to use context to guess the meaning of the unfamiliar rounds words. شن معنى هذا الكلام؟ هذا الحكي يعني هو إرشادي بس نصيحة. يقول مهم جدا إنه الواحد يفهم النص العام وبعدين يفهم تفاصيل دقيقة. طيب يعني شلون؟ مثلا قال لك aspiration، الaspiration اللي أكثر من معنى زين، بس من قال لي interviewer does not want to hear your 5 years aspiration، من قال لي الاسبريشن هنا، طبعا احنا حتى aspiration حتى عندنا وصوت، بس هنا انا شلون راح اعرف الاسبريشن هنا معناها طموح؟ هو من قال لي صاحب الشركة لا يريد ان يسمع منك عن طموحك لخمس سنوات ان تكون رائد في البحرية او كذا، إذا أنا شلون عرفتها؟ لأن عرفت يعني من خلال السياق، من خلال السياق. وأنا أقول البلاي، play كلمة play معناها يلعب وتجي بمعنى مسرحية. من أقول I played football yesterday، إذا هنا معناها يلعب، بس من أقول the play was too long، كانت المسرحية جدا طويلة، إذا هنا play هنا مسرحية. وهذا هو المقصود بالcontext، يعني هذا هو المقصود بالcontext. طيب نرجع على تمرين اي analyze the reading، حل القراءة. Why you'll never be able to anticipate every question، هاي قطعة. هنا عندي سؤال قال is anticipate verb or noun or adjective، هل كلمة anticipate هي فعل أم اسم أم صفة؟ الجواب طبعا الجواب هي verb، هي فعل. شلون عرفتها؟ من خلال السياق I will never be able to anticipate، خذناها بالقصة وتونا وشرحناها. نفس الحكي حتى هنا عدنا هاي الأسئلة summarize that summarize، هل summarize هي فعل؟ نعم summarize فعل، ليش؟ لأنه يلخص من خلال السياق احنا عرفناها، من خلال السياق احنا
عرفناها. يعني أنا من خلال السياق أنا راح أقدر أعرف هل هي فعل أم اسم أم صفة، اسم أم صفة أم إلى آخره. طيب والله بعد إيش عندنا؟ طبعا هذا مو كل ما موجود بالنسبة للقطعة اللي تخص الأسئلة. طيب هسا راح نجي عندنا a local girl among a finalist for Australian Dream Job by Jean Yeoh. هنا عندنا أيضا قطعة صغيرة وهي قطعة بها فراغات وراح نقراها ونشوف شنو الفراغات. طبعا الفراغات أيضا موجود الحل بالملزمة وأيضا هنا راح نستخدم بأثناء القراءة. يقول in 2009 في سنة 2009 كليرك واغ a youngest interpreter from Taiwan، واحد شخص أو بنت اسمها كلير وانغ مترجمة من تايوان وان ربحت. أنا نقدر نقول a position اللي هو منصب among the feminist for what has وربحت يعني موقع مكان يعني يعني وظيفة خلينا نقول been called the best job in the world وهي تسمى بأفضل وظيفة بالعالم has been. هذا الفراغ الثاني. بالنسبة نكمل the application process started بدأت عملية التقديم في سنة في جانوري في 9 وانتهت في فبراير في 2000 وكانوا يقدمون لها 35,000 شخص وكانوا من عندهم هواي ناس مقدمين راقصات علماء وطلاب applied for the قدموا إلى job قدموا إلى الوظيفة. هذا هنا الفراغ راح يكون job. each the application أو the applicant اللي هو المقدم had to توجب عليه to make أن يعمل فيديو in English no more than 1 minute to explain why he or she has right person. يعني قالوا لهم سووا فيديو على اليوتيوب سووا فيديو مدة دقيقة واحدة باللغة الإنجليزية وأشرحوا ليش أنتوا راح تكونون مناسبين لهاي الوظيفة. هاي الفتاة اللي هي عمرها 30 سنة اللي هي صينية مترجمة من الصيني للإنجليزي قالت This was the first time she had a campaign on the internet usually do not take part the kind of الجواب الخامس راح يكون a contest أو a competition اللي هي المسابقة. تقول هذه أول مرة أنا أدخل المسابقة. She told a local newspaper أخبرت الصحف describing herself واصفة لنفسها واصفة لنفسها واصفة نفسها هذا رقم 6 الجواب راح يكون قلنا demonstrate وهي كانت توضح أو توضح المهارات والصور التي تكون موافقة لما هي تملك وما للشركة من لديها متطلبات الشركة. طيب وانغ ended her video by saying أنهت وانغ فيديوها بقولها I never been to the great rough reef which makes me perfect explorer then she ثم قالت رقم 8 ثم قالت then she said that she would be super gracious as printed on t-shirt she put on the front of camera. يعني خلينا نقول حكت اشياء ترتبط بالعمل مالتها بالشركه مالتها ربطت كل الامور قالت يعني انه هي يعني راح تكون خلينا نقول محظوظه اذا حصلت هذا العمل او يعني خلينا نقول عبرت عن الاشياء اللي هي تريد تسويها خلال هاي الشركه و كانت عندها دراية قوية عن الشركة
ما إلى ذلك، مما أدى إلى اختيارها من بين 35,000 مقدم لهذه الوظيفة. طيب هنا عندنا هذا يعني إنشاء كتابة What are some things you probably shouldn't say at a university or job interviewer and why؟ شنو الأشياء اللي أنت ما قلتها بالوظيفة ولماذا؟ In writing describe one of your weaknesses، وضح واحد نقاط ضعفك وتكلم عنها. طبعا هنا هذا السؤال الأول هو مجوب النية أصلا، يعني هذا السؤال الثاني يريدنا احنا نجاوبه اللي هو شنو نقاط ضعفنا. هذا الموضوع حسب الشخص، احنا لازم نوضح نقاط ضعفنا وايضا نوضح شلون عالجنا هاي المشكله. اخر شيء عندنا كلمات هنا ذن لازم نحفظهن، لازم نحفظ اللي هن ذن الصفات. بعض الاساتذه يردونهن والبعض الاخر لا. فمثلا يقول لك achievements لازم تعرف هي ناون والمعانيهن. هذين هنا بكل الاحوال هن كلمات مهمه ولازم نحفظهن، واحنا اصلا اخذناهن وايضا او اصلا انا خليتهن بالملزمه وانطيت لهن مرادفات وقلت لكم مهمات. فاصلا اذا تحفظهن هنا او تحفظهن بالملزمه بدايه ورا القطعه مباشره فهن كلش مهمه. طبعا هذا كل ما موجود بالنسبه للشابتر الاول.